انا عايز انفخ وادوس هنا. في ايه؟ ما انت اللي قلت ابوسها. اربطها. اربطها. انا اسف. وانا بتاع بلالين. ما تخافوش، مفيش حاجة. هي يو، احنا النهارده في الرحاب الافتتاحي الفرع ال 12 لمكسرات ابو الخير. مكسرات ابو الخير بيبيع مكسرات وحلويات وعسل وجبن وزيت زيتون وحاجات تانية كتير. يلا نشوف الحوار ده. باشا والنبي معلش، بس سنة قدام شوية عشان احنا بنفتتح النهارده. انتوا تبع المحل؟ ايه ده بجد؟ كنت داخل اعمل لهم حتة بلدية. لا مؤاخذة يا رجالة، قرب بقى كده شوية. تعالى لي هنا. ايه؟ قفل على المدخل. دلوقتي احنا طلعنا سبيكة الذهب دي، هناخدها ونروح. تقيلة قوي. مفيش. ماشي يا عم. هو انت مطلطينك عليا يا عم؟ الله، هو الله وعملوها الرجال. مش دهب ده، ولا طالعينها دهب حتى. ولا هو انتوا مش اللي بره ومشيتكوا؟ ايه الاخبار؟ بتوزعوا ايه النهارده؟ قول. عايزها دبل بقى. ايه؟ عايزها مكي. بقول لك ايه، غششني اي نوع قهوه كده. قهوه بندق. عايز قهوه بندق على الرماله، وش دبل وش اسبريسو. هي كده بايظه القهوه. ساده مره بصراحه. تسلم ايدك. بقول لك ايه، عاملها لك مخصوص. ذوقها. عايزين المنيو والخصومات والعروض والهدايا، بس عايزين ندوق الاول. مسموح ندوق؟ ندوق اي حاجه انت عايزها. اللي يعجبنا اشتري منه. اي حاجه، وفي خصم 10% على كل المنتجات. بس لو ما عجبنيش مش هشتري. لازم الحاجه تعجبني. يا باشا ما تشتريش غير لما يعجبك. غير لما يعجبك. السلام عليكم. ايه الدنيا؟ ببلاش ده؟ وديني. بقول لك ايه؟ قول. هو الدنيا هنا ماشيه ازاي؟ بالحب. عندكم ايه؟ عايزين نبتدي ندوق. هو قال لي ندوق الاول، لو حاجه عجبتك اشتري. حلويات. ايوه. هستحلفك بالله حبيبي. عايز حد يعرفك على البقاله. انت صاحب البقاله. دي البقلاوه؟ دي ايه؟ الزقلاوه؟ بالورد؟ بيتاكل طعم قلب على فل اكتر. الايه؟ كل واشكر. لما تخلص اكلي بحكي الحمد لله. تمام كده. دي طريقه اكلها. لسه في جبن. ازاي انت اللي بدوق اي حاجه؟ انا اللي بدوق اي حاجه. ايه ده؟ يعني ايه اللي بدوق اي حاجه؟ مين قال لك يا حبيبي؟ دي جيت على غفله اهو. عايز بس اشرب اي حاجه عشان اكتر الطعم. لساني حساس مش هيتذوق حاجه. السلام عليكم. مين ال بس انت عايز كوبايه؟ عشان كوبايه فاضيه. عشان انا الله يبارك لك يا اخي. طبيعي دي يا رياسه. فراوله، مانجا، كيوي. هم عاملين لنا قطع وانا هنزل. وقللوا القطع شويه عشان ما بتنزلش في الكوبايه. ما بتنزلش. بقوا صغروها. معلش. انا باخذ حقك على ايه؟ ولا ايه؟ خلاص انا. انت ما ضربتنيش بالنار. حد بقى. عندكم ايه حادي؟ يا عم دي حلويات. دي انا دوز حادي. عايز حد. عايز ادوق الجبنه الحلوم والسلوم وابو جالوم والحاجات دي كلها. ما تكترش ما تكترش. لا دواني الحلوم دي تاني. ما عندك جبنه ايه تاني؟ دي الكنافه النابلسي. دي الجبنه النابلسي. انتوا عندكم ورق عنب؟ لا ادوق ورق العنب. ده محشي. ايه ده؟ كل حاجه هنا في زيت الزيتون. سلطه رمان دي. تبوله؟ لا ادوق التبوله. اهم يا جبل. ايه ده؟ ايه اللي معدي ده؟ بالله عليك، هو ايه اللي معدي ده؟ وريني. اللحم. عايز اللحم. الفراخ. ماشي الفراخ. البروتين بالله عليك عشان ما اقبض. يا عم جبنه يا عم بتسرح بيا. طب ماشي هلف لف واجي للحم. الله يبارك لك يا شيخ. زيتون مشوي. اي حاجه كده بلع بيها مع الاكل. في زيتون مقلي؟ مفيش مقلي. ماشي. لا ادوق الزيتون الكلاماطه. تسلم ايدك. لا حبيبي يا فنان. بعد الاكل الزيتون الكلاماطه ده بقى ايه؟ اظلط اظلط اظلط. زيتون سوري؟ لا ندوق على اجل عيونك. ده الزيتون السوري بقى. زيك. تعال دوق زيتون. بيكذب الزيتون؟ الزيتون السوري بذرته على القد. انا قايل لك ايه؟ احلى زيتون الزيتون السوري. من قبل ما ادوق. حياك. شرفنا يا فندم. حبيبي والله ربنا يخليك. انت منين؟ انا مدير التشغيل هنا. بس باشا صباح الفل. اي حاجه في نفسك ما تتكسفش. لا حبيبي والله. لا انا احنا يهمنا راي حضرتك قبل المشترى. الزيتون باللبنه ده انتاجنا. يبقى انتاجكم. وما يدوقنيش الزيتون باللبنه.
ده زيتون باللبنه. اه والله دوقني لايك بقدونس حبيبي. والله انت جيت لي من السما، انا لو لك كنت ادوق اللايت البقدونس ده منين. والنبي عايز ادوق اللايت بقدونس، شاور لي عليه بس الاول عشان مش عارف هو ايه. بالله عليك هو ده اللي... يا عم استنى نتاكد. هو ده اللايت هو ده يا ما انت كريم يا رب. انا عرفته من البقدونس ده، في حبه البركه. هم لما يكون عندنا زباين زي حضرتك باشا ربنا والله لازم نرضيهم. ربنا يخليك والله انا محرج جدا. عنده ولا ده ايه؟ لا ادوق ما كترش لا ما جربتش كتير والله. سلطه القريش دقتها، ممكن اكون دقتها انا ما اعرفش. دي كريم الزيتون. دقت التبوله بالفتوشه. حوار تنصحني بايه؟ انام بدري. انام بدري والاكل الصحي اثنين، واشرب ميه كتير عشان البلد. اعطيني ميكس لحوم. ميكس لحوم اديني في البروتين ده ذره وميكس لحوم. دي ايه دي؟ كيري بالبسطرمه. كيري بالبسطرمه اديني في البروتين بقى. استحلفك بالله تعالى نحلها. ودي الواحد ربك هو الواحد، اتنين يا الحسن يا الحسين، ثلاثة بالله العظيم ما جاينا تاني، أربعة صحبتنا حلوة مربعة، الخمسة عدد صابع الكف، الست ست شوف فتح مطر، السبع بعد الرجال بعد العز نملوه. يا هو والله مربة ايه؟ يا عم هو مسلطينك عليا. مربى مانجا قطع. بصراحة تسلم ايدك. محتاجين بقى نحلي نخش على السكاكر عشان ما هبط. بس فيش هنا جيلي كولا، وده جيلي كولا، وده جيلي كولا برضه، وده جيلي كولا. الحق زفلطة بس تملى التانك. اكل تيمون وبومبا كله هنا. نشرب بقى ايه؟ بق اي حاجه عشان نهدم بس ونرجع تاني. كوبايه فاضيه بعد اذن. بدوم اول دور. لا انا جايب كوبايتي معايا. ما كترش. اهدم بس بالله عشان لساني يتذوق. هو ايه ده؟ فراوله. كانت فراوله والله العظيم. ده معيش زبيني شويه عشان ما كنتش اعرف. كنتش تعرف انها فراوله. اه ما كترش. فراوله والله العظيم. تسلم ايديكم. يا رايس ايه ده والنبي؟ والنبي لانشون بالله عليك. ودي ده يولعنا. ابشر امها. ما كترش. تسلم عيونك يا زلمة منقوشة. نبدل. والله انا كنت جاي اريح بس بالمره. واحده كنافه نابلسيه وكتر النابلسيه، وده بوستاج وده فستاجو. كتر البوستاج. والنبي معلاه علي الزميل. ده تسخين، دي فاتح للشهيه قبل الغدا. ما كانتش كنافه نابلسي قبل كده. بص شت ما كترش. نسيت اقول لك سخنه، لسانه اتلسع يا بوي. يا اخي والله ما يلزوم. ايه ده مصدي ده ولا ايه؟ بالكاتشب ده افتكرته صدف في الميه. لو سمحت عايز ادوق كاجو على طول. ايه اجمد حاجه عندكم هنا؟ هي الكاجو دي؟ تاني اجمد حاجه عندكم. ما عندكوش عين جمل؟ ادوق عين الجمل لو سمحت. تستعبط يلا. مفيش بروتين هنا؟ ده لوز. هو ده موز؟ ده عندهم موز مجفف. بقول لك انا يا سنة هو ده ايه؟ فراوله؟ لا انا دوق الفراوله. بيجففوا كل حاجة ولاد اللذين. الخبزة كده ما تفضحنا؟ ايه ده مكرمشات؟ حتى انا هوزع. يا فنانة انت واقفة من صباح والله. خدي دي من ايدي. استحلفك بالله عايزين زواقه هنعمل لك تيست تجيلنا ان شاء الله بعد بكره. ليه هنعمل لك انترفيو دلوقتي. هتفتح بقك وندوقك. ده ايه؟ ايوه غمض عينك. ده ايه؟ ورق عنب. طب واحده تاني. ده لوز اجابه. امال ورق عنب بتقول على الكاجو ورق عنب ولا كنت عايز كاجو تاني؟ كنت عايز كاجو تاني. من بلدي لوز. ده انت حاسس التذوق عندك عايز عمره. يا عم بقول لك ايه، خد وحل عن نافوخ. احنا مش عايزين عمال. شكرا يا سيدي. استكفينا. ايه تعالى انت ما دقتش انت من ده. انت انا متبنيك النهارده. ولا عايز امشي بس عايز احلي بس. تعالى في ايس كريم اهو. سلام عليكم.
بالله عليك مهبط، ده باباص ده ولا ايه؟ قول لي ده ايه؟ والله ما لا باباص. اه انت بتعمل كده عشان الجنيه. بقول لك ايه والنبي، عايز بولا مانجا واجيب لك شويه مكسرات ترشهم عليهم كده على الوش. ايوه كده دلعني. جبت لك ايس كريم، انت واقفه عنك هات عنك. اركن انت على جنب وانا هشتغل انا. ماشي ماشي. ورقه بس. بقول لك يا فنان، في القرطاس ده عبيلي شويه لب سوري بالكاتشب. خد انت واقف ما بتعملش حاجه. ما كترش ما كترش. ازاي ايه الاخبار؟ صباح الفل. يلا يا باشا بينا. وبكده يكون الفيديو خلص، فاشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 ه